يقول: شخص ذهب إلى محل ذهب وأخذ من صاحب المحل قطعا من الذهب ليريه زوجته في المنزل، فإن سبه اشتراه وإلا رده إلى صاحبه، فهل هذا الفعل جائز؟ ما دام لم يعقد البيع إنما يعرضه على زوجته، فإن رغبت اشتراه فلا بأس بذلك. أما إذا كان عقد معه البيع وقال: لي الخيار لما أشوف رأي المرأة، هذا لا يجوز. نعم.